شايفها منظمة جدا، وشايف الناس بتحب الوطن فعلا من كل عمقها، وأنا متأكد إن احنا هنوصل لمراحل هدوء، وفترة قادمة هتختلف تماما. يعني بقول لهم انزلوا وحبوا بلدكم، لأن فعلا النزول ده هو حب الوطن، وإحنا فعلا مش عايزين نتباطأ في هذا الموضوع، لأن في تربصات كتيرة ولازم فعلا نعدي هذه الأزمة في الفترة الجاية. بقول للمصريين طبعا احنا فخورين الإماراتية موجودة معنا في هذا الاحتفال. أنا بقول احتفال إن ده فعلا حب الوطن، وإحنا فعلا مرحلة قادمة، مرحلة هامة جدا، وأتمنى إن الشعب كله ينزل، كل اللي عندهم حق الترشح يعني أو الانتخابات، وإحنا من دورة 40-50 مليون واحد ينزلوا فعلا في الفترة القادمة. دي بقى صوتي سري بقى. بس حبايبنا اوريك الصور.